مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم اينما كنتم في حلقه جديده من برنامج اهل المدينه. نقدم لكم حكايات وقضايا ونطرح شخصيات لها بصمتها في الابداع، فاهلا ومرحبا بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقه: المعهد الوطني للعلوم الاداريه، تحديات التاهيل وغياب التاثير، مهرجان التراث موسم جديد للفرح في عدن، رغدة كمال باحثة في مرض السكري وطرق الوقاية منه. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في أولى فقراتنا جولة إخبارية سريعة نناقش فيها أهم ما حدث خلال الأسبوع. نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ورشة عمل نقاشية لمنظمات المجتمع المدني في تعز حول القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان. الورشة هدفت إلى تعريف المجتمع المدني المحلي والإعلام بأثر صدور القرارين الأخيرين لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، والمهمة الكبيرة التي وضعها القرارين على عاتق اللجنة الوطنية للقيام بمهامها وفقاً للقرارات الوطنية والدولية. تتواصل في العاصمة المؤقتة عدن التصفيات النهائية لكأس رئيس الجمهورية لكرة الطائرة، البطولة التي ينظمها الاتحاد العام لكرة الطائرة تجمع أندية إقليمي عدن وحضرموت، حيث سيواجه الفائز بالمركز الأول من إقليم عدن فريق خبير المهرة المتأهل عن إقليم حضرموت. الاهتمام الإداري الكبير والخدمات التعليمية التي يقدمها المعهد الوطني للعلوم الإدارية بعدن يعاني من إهمال حكومي واضح منذ سنوات. بقليل من الإمكانيات وكثير من الإهمال الرسمي، يحاول المعهد الوطني للعلوم الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن الحفاظ على مكانته العلمية وأهميته التاريخية بعد مسيرة عطاء تمتد لأكثر من ثلث قرن. المعهد يفتقر إلى كثير من المستلزمات الخاصة بعمليات الأجهزة التدريبية أو التقنيات التدريبية لطلبة السوق. على أساس من المقرر حسب البرنامج معانا أنه تبدأ في 15/9، نتيجة الوضع الآن أجلنا إلى 1/10 لسنة أولى وسنة ثانية لجميع التخصصات. منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي، والمعهد الوطني للعلوم الإدارية بعدن يؤدي دوره في إعداد وتأهيل الكادر الوسطي للأجهزة الإدارية للدولة، إلا أن أداءه تراجع كثيراً وتلاشى دوره الريادي منذ ما ينيف عن عقد ونصف. يلعب المعهد الوطني للعلوم الإدارية عدن الدور البارز في كيفية تنمية ومهارات العاملين في الجهاز الإداري أكان للدولة أو القطاعين العام والمختلط. عدد الموظفين الآن 74، طبعاً هذا بعد، لكن أول 37 أو 30، بعدين 2011 لما توظفوا مجموعة كبيرة توصلنا إلى 74 موظف. جملة من المعوقات والتحديات لا زالت تعترض مسيرة المعهد، أبرزها الافتقار للموازنة التشغيلية التي توقف اعتمادها منذ أعوام طويلة وانعكس أثرها بشكل كبير على المستوى العام للمعهد. نعمل كله على حسب الإمكانيات والموازنة البسيطة جدا، نتمنى أنه لفتة وإعطاء موازنة بحيث أنه ينطلق المعهد يرتقى إلى ما هو المطلوب. بعد الفترة هذه 2013 آخر ما استلمناش ولا أي موازنة، يعني ما فيش زيادة بالخالص. المعهد يسعى إلى أن يلبي ولو بشكل جيد في عمليات طلبات السوق. مثلا نحن على سبيل المثال هناك مخرجات للجامعات، هناك، لكن السوق يحتاج إلى كوادر وسطية بحيث تستطيع أن تربط ما بين المطلوب الأدنى والمطلوب الأعلى، وبالتالي يعتبر المعهد هو عملية رابط كادر، يؤهل كادر يربط بين المفاهيم الإشرافية والمفاهيم التنفيذية. يسعى معهد العلوم الإدارية إلى استعادة مكانته الأولى كمركز رئيسي أسوة بالهيئات والمؤسسات الحكومية
باعتباره الصرح المتخصص برفض سوق العمل بالكوادر المتخصصة والكفاءة الفاعلة. دكتور جمال عبد الغفور عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية بعدن، أهلا ومرحبا بك اليوم معنا في هذا اللقاء. بداية دكتور، لو تخبرنا متى تأسس هذا المعهد وما هي أهميته وأبرز أهدافه؟ أولا أهلا وسهلا بقناة بلقيس وبطاقمها الإعلامي. المعهد الوطني للعلوم الإدارية تأسس في عام 1982 بدعم من دولة الكويت الشقيقة، وكانت وظيفته تتمثل في إعداد وتأهيل الكادر الوسطي للجهاز الإداري للدولة التي كانت قبل الوحدة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وخلال هذه الفترة كان الموظف العام لا يلتحق بالوظيفة العامة ولا يتحصل على ترقية أو تسوية في وضعه المالي والوظيفي إلا بعد حصوله على دورة إنعاشية في مجال من المجالات اللي بتخص وترتبط بطبيعة عمله. بعد قيام الوحدة اليمنية في عام 90 تم دمج هذا المعهد ضمن إطار الديوان العام في صنعاء، وحتى هذه اللحظة لازلنا ضمن هذا الإطار ولم يتسنى لنا نقله إلى عدن كمركز رئيسي أسوة ببقية المصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات. الهدف الأساسي اللي أنشئ من أجله كما قلت سلفاً أنه كان يقوم بإعداد وتأهيل الكادر الجهاز الإداري للدولة. الآن نحن نقوم بوظيفتين، وظيفة تتمثل في إعداد كادر الجهاز الإداري للدولة، ولكن ليس بهذاك الشكل كما كان سابقاً. قبل أن ندخل في الأسباب لماذا ليس بهذا الشكل، عام 90 عندما تم الدمج مع صنعاء، ماذا نتج عن هذا الدمج؟ هل يعني المعهد منذ عام 90 إلى قبل الحرب هل كان يؤدي نفس الوظائف وبنفس الفعالية التي كان يؤديها قبل عام 90؟ طبعا المعهد مثله مثل بقية المؤسسات والهيئات التي انتقلت مراكزها تحولت من مراكز أساسية ورئيسية في المحافظات الجنوبية أو في الجنوب، أصبحت المراكز الأساسية هي في صنعاء، وهمشت هذه المؤسسات والهيئات وبقى دورها دور يعني لا يتعدى القيام ببعض الإجراءات البسيطة تكاد تساوي وظائف البريد لا أقل ولا أكثر. في ظل وجود كلية العلوم الإدارية، ما هي أهمية المعهد الوطني للعلوم الإدارية؟ المعهد الوطني للعلوم الإدارية يعنى بإعداد وتخريج كادر وسطي لسوق العمل الحكومي وأيضا سوق العمل في القطاع الخاص. الجامعة طبعا مهتمة بتخريج جامعيين بمستويات ومؤهلات أعلى، بينما نحن نتخصص في الكادر الوسطي. لما لهذا الكادر من أهمية، خاصة وأن السوق يحتاج لها، خاصة سوق العمل الحكومي اليوم؟ هل لا يزال المعهد محتفظ بنفس أهميته في ظل توسع التعليم ووجود مثلا كليات المجتمع بمختلف تخصصاتها وتخصص أيضا العلوم الإدارية الموجودة فيها؟ يعني نحن نحاول أن نحن يعني ننافس مع هذه الكليات والجامعات بإمكانياتنا المحدودة جدا، ونتطلع طبعا إلى أن ترتقي أو نرتقي بهذا المعهد إلى مستويات أفضل، يتحول إلى كيان مؤسسي يعنى بالتدريب، وهذه هي تطلعات نأمل من الجهات الحكومية ممثلة بوزارة
الخدمة المدنية أن تولي اهتمام كبير لهذا المعهد، على اعتبار أنه المعهد هو تحت إشراف وزارة الخدمة المدنية. دكتور جمال، حدثنا عن نظام التعليم هنا في المعهد وكذلك معايير القبول وقبول والتسجيل في المعهد الوطني. الدراسة تتمثل في عدة مساقات، مساق طبعا دبلوم بعد الثانوية، القبول يتم لمن تحصلوا على ثانوية عامة أو ثانوية تجارية في تخصصات أو مساقات عديدة، منها المحاسبة والحاسوب وإدارة الأعمال والتسويق. شروط القبول تكاد تكون بسيطة جدا، يعني نقبل الطالب دون امتحان قبول، وبمعدل لا يقل عن 65%، وبرسوم دراسية رمزية جدا، لا تتجاوز 30,000 إلى 40,000 ريال في السنة. طبعا المؤسسات التعليمية المختلفة التي ذكرناها، هل بينكم وبينها تنسيق؟ التنسيق هو جاري بيننا وبين جامعة عدن بالذات، وعملنا معهم ورشة تتعلق في كيفية تكسير العلاقة، بحيث أنه يتم قبول خريجينا لديهم في سنة ثالثة، على أن يعملوا مقاصة في المواد التي قد درسوها، ولكن إلى الآن هذه الجهود لم تثمر بأي نتائج، إنما نتطلع إلى أن تتفهم جامعة عدن لهذا الهدف اللي نسعى إليه. ذكرت سابقا في حديثك بأن عمل المعهد الآن يكاد يكون محدود، والدور الذي يؤديه ليس بالطريقة المطلوبة أو الطريقة التي يمكن للمعهد أن يقدمها. ماذا عن الميزانية التشغيلية للمعهد؟ هل هي كافية؟ هل هي موجودة؟ أكاد أقول أنه لا توجد لدينا ميزانية تشغيلية. نحن عندنا ما يسمى بالإدارة الذاتية، نتحصل مواردنا من خلال الرسوم التي يدفعها الطالب، ومن هذه الرسوم المحدودة جدا نحاول نوفر يعني أبسط مقومات العملية التعليمية والتدريبية، لكن الموازنة التشغيلية لدينا تكاد تكون صفر، لا توجد لدينا موازنة تشغيلية. ومن أين تسير أعمال المعهد؟ أعمال المعهد ونشاطه نعتمد على الدخل اللي يتحقق من رسوم الطلاب، نحاول ان احنا نوجهها في الاتجاه الصحيح، يعني في توفير مستلزمات العمل التدريبي والتعليمي، وايضا نتحصل على دعم، بل للمرة واحدة تحصلنا على دعم من صندوق الإقاف الكويتي، مشكورين، قاموا بدعمنا ببعض الأجهزة الكمبيوترية وبعض الإصلاحات، ونتطلع أن يدعمونا أكثر، على اعتبار أنه هذه المنشأة هي منشأة كويتية، يعني قدمها الكويت في عام 82، نأمل أن يعني يعطوا رعاية أكبر. في ظل عدم وجود ميزانية تشغيلية، ما هي أبرز الصعوبات التي يعانيها المعهد؟ الصعوبات تتمثل في شحة الموارد، لو عندنا موارد أكثر أو موازنة تشغيلية لكنتم رأيتم وضع أفضل من كذا بكثير، يعني ممكن نحن نستغني عن الرسوم الدراسية ونجعل الطالب يأتي يدرس بدون أي رسوم، لكن نحن بحكم عدم وجود أي موازنة تشغيلية نضطر انه يعني نكلف الطالب بان يدفع رسوم بسيطه جدا، ومنها يتم تشغيل منشأة خدميه. مثلا انتم تحتاجون الى الكهرباء، ماذا عن الكهرباء؟ من اين توفرونها؟ والمشتقات النفطيه التي هي في تزايد في الاسعار مستمر، من اين تتوفر لكم الكهرباء؟ كما هو الوضع في الجمهوريه اليمنية، الكهرباء تكاد تكون
معدومة، ولكن نحن نحاول توفير مولدات ونحاول بقدر المستطاع أن نوفر على الأقل يعني لتشغيل المعهد ساعة ساعتين أثناء انقطاع الكهرباء، وكل هذا على حسابنا، يعني ما فيش حد يقدم لنا يعني شيء جاهز. مشكور نائب وزير الخدمة المدنية أنه قدم لنا قبل أسبوعين مولد هو غير صالح، لكن نحن شغلناه بإمكانياتنا المحدودة والحمد لله، نقول هكذا يعني. هل يوجد لديكم خطط وبرامج لتطوير المعهد وتطوير العمل فيه؟ والله نحن نتطلع إلى أن يتحول هذا المعهد إلى كيان مؤسسي يعني بتوفير احتياجات الجهاز الإداري للدولة من الكادر المتخصص، أسوة بالمعاهد الموجودة في الكويت والبحرين وأبو ظبي. نحن زرنا قبل فترة واطلعنا على تجربة الإمارات في هذا الجانب، ونتطلع أن نبني جسور علاقة مع التحالف في مضمار التنمية خاصة في المجال الإداري. في رأيكم لماذا لم يتم فصلكم عن صنعاء المركز الرئيسي أسوة ببقية المنشآت الحكومية؟ نحن طالبنا يعني قيادة الوزارة بأن يتم نقل المركز الرئيسي إلى هنا من حيث المستوى الإداري ومن حيث المستوى الوظيفي ومن حيث أيضاً الإمكانيات، أسوة ببقية الهيئات والمؤسسات التي انتقلت والوزارات. ما هي الأسباب التي تقف عائقاً أمام جعلكم مركز رئيسي أو على الأقل تنفصلون عن صنعاء؟ ليس هناك أسباب، سوى ربما الأمر بيأخذ وقت في المتابعة لا أقل ولا أكثر. نأمل أنه النائب الوزير والوزير الآن لدينا نبيل الفقيه قد تعين قبل عدة أيام، ونأمل أنه يتفهم لهذه المسألة حتى لا نكون نحن دون مستوى بقية الهيئات التي انتقلت إلى عدن إلى العاصمة المؤقتة. نعم دكتور جمال عبد الغفور، كيف تقيمون مستوى الإقبال من قبل الطلاب والملتحقين إلى المعهد؟ نحن فتحنا باب التسجيل والقبول، والقبول لازال إلى الآن ضعيف. طبعا أنت عارفة ظروف الحرب وظروف المعيشية التي يعيشها الإنسان اليمني، وأيضا قطاع كبير من الشباب اتجهوا إلى التجنيد، فيفضل أنه يتحصل على راتب 1000 ريال سعودي أو 2000 عن أنه يأتي ويدرس، ولكن يعني نأمل أنه العدد يزداد أكثر في الأسابيع القادمة. هل لديكم تنسيق مثلا مع المدارس في عدن، يعني تعرضون لهم أهمية المعهد الوطني، تحبذوهم في الالتحاق بالمعهد الوطني، مميزات الالتحاق بالمعهد الوطني بعيدا عن مثلا بقية يعني حتى يلتحقون به ولا يلتحقون مثلا بكلية العلوم الإدارية أو في المجتمع؟ الاتصال المباشر مع الثانويات لا يوجد، ولكن نحن نتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر إعلاناتنا، ومن خلال أيضا أحيانا نقوم بعمل يافطات في بعض الأماكن في المديريات، ومن خلال أيضا موظفينا الذين يحاولوا أنهم يتواصلوا مباشرة مع الطلاب الراغبين في الالتحاق في هذا المعهد. اليوم إذا ظل الوضع على ما هو عليه، أنتم من دون ميزانية تشغيلية، مستوى الإقبال على المعهد ضعيف إلى حد ما، هل يمكن أن يغلق المعهد أبوابه أمام الراغبين في الانتساب إليه والدراسة فيه؟ لا، الإغلاق هذا غير وارد إطلاقا، ومؤشرات كما تلاحظيها إيجابية. إلقاء نظرة بسيطة فقط على
على المعهد يعطيك صورة أنه المعهد لازال قائم ولازال ينشط ولازال قادر أن يقاوم إذا ما قورن ببقية المعاهد الأخرى، فيكاد يكون هو المعهد الوحيد الذي نشاطه مستمر ويقدم خدماته بشكل جيد، وإن شاء الله نتطلع إلى الأفضل إن شاء الله. رواتب الموظفين ماذا عنها في المعهد؟ رواتب الموظفين مثلها مثل رواتب أي موظف في الجهاز الإداري للدولة، هي محدودة جدا. تأتي من الدولة؟ تأتي من الدولة نعم. هل لديكم متعاقدين، لديكم مساهمين أسوة بقية المرافق التعليمية كالجامعات وغيرها؟ لدينا متعاقدين في الخدمات، نحن نفتقد إلى عمال الخدمات، فلدينا تقريبا 8 أو 6 أشخاص متعاقدين، نحاول كل شهر دفع مرتباتهم من مواردنا المحدودة هذه اللي نتحصل عليها من رسوم الطلاب. بالنسبة لرواتب الفراشين مثلا، هل تأتي من عندكم أم من الحكومة؟ لا، نحن ندفعها، نحن ندفعها من إيراداتنا. أحيانا يتعثر دفع رواتبهم، ولكن بشكل منتظم هم يستلموا رواتب مثل غيرهم. دكتور جمال، الميزانية التشغيلية إذا مثلا حسبناها بالأرقام، كم يمكن أن تكون هذه الميزانية التشغيلية؟ نحن رفعنا موازنة تشغيلية لكل الفروع مش لعدن فقط، على اعتبار أنه مركز رئيسي لفرع صنعاء وفرع الحديدة وإب وحضرموت وتعز. الموازنة التقديرية تقريباً 237 مليون موزعة على كل هذه الفروع، وحتى اللحظة ما فيش أي رد في هذا الموضوع، لكن نأمل أنه ينظروا في هذا. ختاما دكتور جمال، هل هناك رسالة تحبون توجيهها من خلال هذا اللقاء؟ والله نحن نطلع أنه السلطة المحلية ووزارة الخدمة المدنية يعني تلتفت إلى هذا المعهد وتدعمه، كما أنه نطلع من المنظمات الدولية بأن تتيح لهذا المعهد فرصة في إجراء أو في تنفيذ بعض الدورات التي يقوم بها المنظمات الدولية خارج إطار المؤسسات التدريبية. يذهب أغلب المنظمات تذهب إلى الفنادق الإجراء أو لتنفيذ هذه الورش والدورات. ختاما الدكتور جمال عبد الغفور، عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية بعدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكرا لكم وأهلا وسهلا في هذا المعهد، ستجدون إن شاء الله خلال دورتكم الاستطلاعية بعض ما يسركم وتفضلوا. عدن التي عرفت بالتعايش واحترام ثقافة قبول الآخر، ها هي تسترجع بعضا من تلك المضامين في مهرجان للتراث اليمني، حكايتنا لهذه الحلقة. تراث الشعوب، حكايات ترويها عدن الحاضنة للأعراق والديانات منذ القدم. يقام مهرجان تراث الشعوب كتقليد سنوي في عدن لعرض التراث بكل آدابه وقيمه ومعارفه الثقافية وتكريس مفاهيم التسامح والسلام. تميز مهرجان هذا العام بحضور محلي ودولي واسع، تداخلت فيه الثقافات وتنوعت العادات والتقاليد، راسمة صورة جمالية
لم تختلف ألوانها إلا لتعمق وحدة الشعوب. جاورت يافع تعز وراقصت الحديدة أبياً، وتناغمت شبوة مع حضرموت والمهرة مع لحج بأهازيج شعبية وإيقاع رقصات فنية اجتمعت على أرضية وطن يتسع للجبال. الهند وروسيا وجيبوتي والصومال والمغرب ولبنان كانت حاضرة بهذا الفلكلور الشعبي في تقارب حميم مزج الإرث بهوية الإنسان بعيداً عن عنصرية العرق واللون. لغة واحدة هي لغة الفن، كانت ترجمان الشعوب في عدن، رددتها الألسن لحنا وطربت لها القلوب عزفا وفنا. الموروث الشعبي في مهرجان التراث حمل في أعماق مقتنياته إرثاً تليداً للحضارات، وحكى بلسان صامت مختلف العادات والتقاليد، مخلداً موروثاً ثقافياً لا يطمس أثره. هي عدن تستعيد مجدها الغابر في ثقافة القبول بالآخر، وتحتضن موروثه كمتحف نادر يحتفظ بكنوز الإرث البشري على امتداد رقعة الأرض وجغرافية الإنسان. واحدة من أولئك المهتمين بالبحوث العلمية ونتائجها، عملت على بحث علمي لسنوات
إذا ما طبق على أرض الواقع من شأنه أن يعالج مرضى السكري بطريقة فعالة. لنتابع. رغدة كمال مصطفى قاسم من مواليد مدينة عدن مديرية صيرة، حاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة عدن، وتعمل إلى جانب كونها مدرسة باحثة في مجال مرض السكري وطرق الوقاية منه. بداية أوراق بحثي من السنة اللي قبل الكلية اللي هي سنة الإجازة، كنت بدأت أرتب الأموري، والحمد لله توفقت في أول بداية بالكلية، قدرت أني أقنع المدرسة الدكاترة أني أقدر وصالحة أني إنسانة عندي خلفية علمية تأهل أني أسوي بحث. بوادر مرض السكري التي بدأت على أبيها دفعها إلى البحث عن طرق جديدة للعلاج، مستفيدة من تخصصها في علوم الكيمياء والأحياء، ومن هنا بدأ مشوارها في البحث العلمي. في البداية طبعاً كانت صدفة بحتة. أنا بالبداية زمان ما كان ليش علاقة أبداً بالأبحاث العلمية ولا أي شيء، كان دائماً مجالي أدبي. فبصدفة حصلت انه صديق ابي كان تعبان بطنه وقعه وكذا، وكالعادة عندنا كل واحد شخص لنفسه، ما فيش حد يعني الا نادرا انك تروح للدكتور ويقول لك والله 1-2-3 الا بعد ما تتعب تماما ما تعرفش ايش تسوي. فهو زي العامة وزي كل الناس بدا يشخص انه اوه شكله عندي ديدان، شكله عندي مش عارفة ايش كده. ف وبدأ مرة يأخذ يعني يشرب شربة، مرة يشرب مدري إيش، مرة يشرب بينسون، مرة يشرب. لما بعدين قال لي أنا ذكرت إنه مرة في البلاد كان عشان وقع البطن عشان الديدان يفعلوا يشربوا مشموم حقنا هيدا الأخضر اللي إحنا نتزين فيه، وهذاك صراحة يعني نفسه طيبة فعل مليان القرر الشملان وشرب. فمسكين على طول أسعفونا للإنعاش، حصلوه هبوط حاد في السكر. وبالمناسبة هذه كانت فترة اللي بدأ نظهر عند بابا مرض السكر، فعشان كده كانت الفكرة يعني كانت فكرة بابا إنه ليش لا بجرب يمكن ينفعنا وكده. كانت فكرتي تانية إنه ليش مدورش حاجة يعني ممكن هذا يكون فعلا يعني دواء مستقبلا، علاج ايش نسبته وكيف تأثيره يعني كذا. يعني كل واحد منا كان مختلف بكيف ممكن انه يجرب هذا. صنفت كأصغر باحثة في عدن في العام 2010 حينما أعلنت عن فوائد عديدة لنبتة المشموم التي تستخدم للزينة في الأعراس والمناسبات باليمن. فهذه النبتة تساعد مرضى السكري وتوفر لهم نوعاً من التداوي المجاني كما تقول. كما نلاحظ أن المشموم يحتوي على مواد عطرية، المواد العطرية غالباً طيارة. نحن إلى الآن ما نعرفش بالضبط، أنا دحين بحثي صح أنا وصلت أنه المشموم يعمل على تخفيض نسبة السكر في الدم وتنظيمه، لكن أنا إلى الآن ما قدرتش أني أكمل بحثي علشان أعرف ايش المادة بالضبط اللي تنخفض نسبة السكر بالدم. هذا الباحث طبعا له فوائد على مستويات. اول مستوى اللي هو كعلاج جديد لمرض السكر بتخفيضه وتنظيمه للسكر في الدم، دي اول مستوى، حيث انه هذا شيء رخيص متناول ايدينا، علما انه هذه النبتة منه بس بشبه جزر العربية 77 فصيلة بشبه جزر العربية، وكل فصيلة لها استخدام مختلف عن الثانية. يعني هي أول حاجة علاج أو بالأصح دواء، لسه مش عارفة إلى أي مدى ممكن يستوي علاج حقيقي، لأنه لازمان إذا عرفت مثلا إيش نعرف إيش المواد الأساسية المؤثرة على نسبة السكر في الدم نعرف إحنا كيف ممكن إحنا نركزها، كيف ممكن نخليها في أقراص، حتى إنه مثلا لما يجي لي مريض والله أنت حقك نسبة السكر عندك كذا، لا تقدر تأخذ مثلا قرص أو نص قرص مثلا من هذه، أو تأخذ مثلا قرصين.
ثمة عقبات لا زالت تحول دون اكتمال حلم رغدة كمال، فالبحث لم يكتمل والأوضاع الراهنة لا تساعد على ذلك. وأسوأ ما تشعر به خيبة الأمل التي مني بها زملاؤها الطلاب بسبب تعثر مشاريعهم البحثية. الوضع المتوتر للبلد ده أكبر عائق، يعني أنا وصلت لهذه النتائج اللي المفروض كان أكمله في 2011، و 2011 بدأنا بالثورة وبدأت الأوضاع تتوتر. ما فيش حد أجي أقول له مثلاً أحتاج دعم أو كده، لو يقول لي الوضع متوتر وما قدرش نحط فلوسي بحاجة يعني عادة مش معروفة كده، يعني كل واحد خايف على نفسه، ده شيء طبيعي. في كثير من الفحوصات التي أحتاج أني أسويها للنبتة بس صعب أني أسويها، يعني حتى مختبرات الماجستير التي عندنا يعني تعد فقيرة بالأدوات التحليلية بالأجهزة بالمواد. وفي فعلا يعني زملاء كانوا منتظرين انه اني مثلا اذا نجح بحثي هم بيقدموا بحوث ثانيه، يعني اني كلموني عن بحوث روعه 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 يعني، بس الناس خايفين يعني انا كيف بسوي ايش بعمل، ما حد يدعمنا، اخاف حد ياخذ حقي. انت فكرتك ما طرحتش اساسا لانك خايف، فلما توقف بحثي غير انه توقف مشروعي زعلت على الناس دون اللي هم كانوا منتظرين متى رغدة بتنجح عشان احنا بعدها. تأمل رغدة كمال بمستقبل افضل لمخرجات التعليم، وذلك هو امل زملائها واساتذتها، وطموحها ان تكمل بحثها العلمي وان تجد المشاريع البحثية لطلاب الجامعات حقها من الاهتمام والتشجيع، باعتبار البحث العلمي أحد أهم عوامل التنمية والنهوض بالوطن في شتى المجالات. أكبر مسؤولية وأكبر عقبة بنفس الوقت، في عقبة واحدة الأمل. مشكلتنا نحن كلنا الأمل، مشكلة الزملاء اللي كانوا معي الأمل، ومشكلة الطلاب الآن الأمل. لما دحين نعطيهم امل انه لا انت تعلم بيحصل، بتكون انت فعلا حاجه اذا انت تشتي، في ناس توقف معك، في ناس بتساعدك. الامل هو اهم حاجه ممكن انه يخلينا نحن نستمر. يعني في طلبه كثير اذكياء، وفي طلبه مشكلتهم برضو الامل، يعني هم مش شيء يعني مطنشين المواد وكذا علشان هم حاسين انه يقول لك اوه يعني نحن الحين بنطلع علماء، أنا ما فيش أمل. مشكلتنا بشكل عام الأمل صراحة. اللي أتمناها إنه أتطور، أخلص من هذا البحث وأبدأ بحث ثاني، بحث ثالث، نغير نظرة العالم لنا. نحن لو اهتمينا بنفسنا نحن نقدر بس نغير وضعنا بس، والعلم هو الأساس، والأكيد إنه نحن لازم نهتم بهذه النقطة اللي أصبحت صعبة شوية الأيام، خاصة أنه غالباً الأحباط بشكل كبير كان نجانا بالوضع العام، أو كان نجانا بوضع المادي خاصة دحين، أو من جوانب كثيرة. مشاهدينا إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، في أمان الله.